متهيألي هو الحاجة اللي تختلف بين الهايبر اوزمولر والدي كي ايه موضوع الانسولين. دي كي ايه لازم نديله انسولين اللي هو 0.1، اما التاني لا، ما نديلوش انسولين في الاول، لو ادينا له انسولين هنبوظ الدنيا. بس الاتنين لازم ياخدوا فلويد، يعني انيشال تريتمنت هو لازم. لازم الأول فوق طيب بالظبط. نعدي الكلام ده ولا تحبوا تقرأوه ولا ايه الحكاية بالظبط؟ هاي دي مانجمنت حاجات دي كي ايه عادي، يعني انه كيف تدخل الفلويد وكيف لازم تراجعوها. عايزين نجيبها نجيبها عادي، مفيش مشكلة نجيبها لكم على السريع. دي كي ايه، دي كي ايه، بس مكتوبة هنا بطريقة أحلى من الشرح اللي كاتبه في نقولها يعني ايه سريعا جدا جدا. دي كي ايه دي كومبليكيشن دايما بتيجي مع التايب 1، ممكن تبقى الفيرست بريزنتيشن عادي يعني في 6% من الحالات، وريرلي بتبقى من اكستريم ستريس أو في يعني هي دايما مع تايب 1، تايب 2 ممكن بس حاجة بسيطة جدا. هي طبعا بتعمل مورتاليتي، بس المورتاليتي الحمد لله نزلت من 8% ل 1% دلوقتي في آخر 20 سنة. اللي بيحصل إيه؟ إنه بيحصل uncontrolled lipolysis، والفري فاتي أسيد دي ultimately بتتحول لكيتون بوديز، والكيتون بوديز دي اللي ممكن إيه تبوظ الدنيا. بريسبتيتنج فاكتور عارفين هم اللي هو الانفكشن والانسولين ميست والانفاركشن، يعني ثلاثة بحرف الاي. فيتشرز بتاعتها ابدومينال بين طبعا، كوزمول بريثينج، اسيتون سميلينج، بوليوريا وبوليديبسيا وديهايدريشن. كي بوينت بقى اللي انا بشخص بيها، الجلوكوز يكون اكتر من 11، البي اتش اقل من 7.3، البايكارب اقل من 15، والكيتونز تكون معدية يا اما اكتر من 3 مللي مول يا اما 2 بلس في الديبستيك. المانجمنت فلويد ريبليسمنت، بديله من 5 ل 8 لتر ايزوتونيك سلاين. تمام، بديله انسولين 0.1 يونت بير كي جي بير اور لغايه ما الجلوكوز بتاعه يوصل ينزل لاقل من 15. ساعتها انا بكمل او بعمل انفيوجن بالديكستروز. اوكي، الهايبوكاليميا على حسب تحت، على حسب الهايبوكاليميا بعمل لها كوريكشن. لو نورمال ما بضيفش حاجة، لو قليلة بضيف على كل لتر، نقول دلوقتي قد ايه تقريبا 40. ولونج اكتنج انسولين، هو طبعا العيان بيجي طبعا اللي هو التايب 1 ده بيبقى عنده لونج اكتنج وشورت اكتنج. الشورت اكتنج انا بوقفه، واللونج اكتنج بيكمل عليه. طيب احنا بنديله 8 لتر زي ما اتفقنا، اول لترين في أول ساعتين، لتر في ساعة، لا سوري، أول لتر في أول ساعة، كنت حافظها كده، أول لتر في أول ساعة، اللترين اللي بعديهم في الساعتين في الساعتين، وبعد كده 3 لترات كل واحد 4 ساعات، أو مثلا دي خليها 6. طيب طبعا في اليانج لازم الانفيوجن يبقى سلور عشان ايه سيريبرال إديما. لو كان بوتاسيوم أكتر من 5.5 خلاص ما بنديش حاجة. لو في النورمال هندي 40، لو تحت يبقى لازم تحت سبيشالست. كومبليكيشن اللي بتحصل من الديك اي والاتش تريتمنت اللي هو الجاستريك ستيزيز، ثرومبو امبوليزم زي ما كانت في الاتش برضه، دي معاها ثرومبو امبوليزم اريزميا واتروجينيك من ممكن ايه سواء ايه انكوركت فلويد ثيرابي، يحصل ايه سيربرال ايديما، احنا بنعمل انفيوجن سريع قوي، هايبوكاليميا، هايبوجلايسيميا، ار تي اس، اي كي اي لو الفلود قليل، الكلام ده. بس حابين نقرا الهايبر اوزمولر؟ لا خليها مرة تانية، خليها بكرة، فكروني بكرة، خليها بكرة. طيب بكرة عشان هي مملة بصراحة وصعبة. طيب دكتورة شيماء تحب تقرأي؟ قرينا شوية، إيه رأيك؟ ماشي، ثواني كده. وعليكم السلام ورحمة الله. Which one of the following options is the best initial therapy for him?
برينس نونفر بيمزون ثيرودكتومي ولا راديو ايدين ولا بارشال ثيرودكتومي؟ إيه. 72 year old man جال اندوكراين عنده شورت ابيسودز اوف فيتا وهو ماشي على امايدرون نوتس ذا ويت لوس ويت انتولرنت يعني كده هايبر برا وعنده انترلوكن 6 يبقى كده اللي هو الايه اللي هو تايب التوكسيكوزيس 2 تمام يبقى كده ايوه دي في الجسم بريدنس ايوه بس انهي فيهم بقى اللي هي تايب 2 ليه طيب أما يدرون ليه قلنا كده عشان السيرم سيرم انترلوكين اللي هي تايب 2 صح اللي فيها ديستراكشن صح أيوة طيب أوكي قلنا ما أنت عندك هنا انترليوكين 6 الراديو أيودين انترليوكين 6 اللي هي عندك الديستراكشن الراديو والانتي بودي هي الثانية فهندي ايه بقى في الديستراكشن لا طيب لحظة ثواني دكتورة ما هي الراديو الراديو أيودين الراديو ايدينا بتاك هنا نورمال راديو ايدينا بتاك سكان نورمال معناها هي دي ما ديستركتيف دي تايب 1 دولنا تايب 1 لانه كانت تايب 2 حيكون في ريديوس او ما حيكون في ابتيك مش هيحصل ابتيك للراديو اي دي لان هي اصلا هي ديستراكتد فمش هناخد ايوه بعدين حتى الانترلوكين هنا هو ما قال لك انه زايد قال لك هو از السيرم يعني نفس الشيء هنا نورمال ما قالش زايد فعلا صح بس هي ديستراكتور اوكي مش تمام ماشي كاربيميزول يعني او صوديوم او بوتاسيوم قصدي لا صح اوه تمام الله اكبر الله اكبر الله ما شاء اكبر الله يعني ما شاء الله بقول تمام يبقى ده خلاص تايب ماشي 1 تمام نورمال ابتيك ونورمال انترلوكن 6 يبقى كده كارب ميزو تمام حلو يا دكتورة ذاكر موضوع الأمايدرون كويس شكلها دكتورة ميادة طيب اشرحوا لي بكرة إن شاء الله Which one of the following is the most appropriate initial therapy for this patient? الانيشال ثيرابي 18 year old وهو دلوقتي هايبر جلاسيميا عنده strong family history ل type 2 diabetes ازاي كده ده كده مودي صح؟ ده مودي هينفع معاك جليكلازايد احلى صح تمام جرب معاك جليكلازايد ايوه ادوريه ايوه بيجيب معاهم كويس بيجيب 70% من المودي طيب انت عرفت ان هو مودي ازاي كان في امه او اخوه او حد من العيله في family history family history هو وال benign اخوه age وال current episodes of benign tragedy تمام Which one of the following is the next best immediate management step? هو خد بولس اي في جلوكوز وستارت اي في فلويد ريبليسمنت ويز نورمال سلاين هو هايبوجلايسيميا تمام هايبر كاليميا واليوريا عالية يلي في اديسون شكله اديسون طيب اديسون اداله جلوكوز واداله فلويد يبقى احنا هنديله اي في هيدروكورتيزون صح كده لست ساعات تمام 24 ساعة بعد كده نقلبه اورال what abnormality would you expect to find in this patient in the patient workup if she was suffering from Cone syndrome طب نشوف الاختيارات على طول ايه اللي هتوقعه هيبقى ميتابوليك في الكالوزيس الكالوزس هيبقى في سلطة هايبوكاليميا أدرار وهايبوكاليميا خلاص هي هايبوكاليميا بس في هايبرناتريميا برضه برناتريميا لا بس انا عندي الالدستيرون اكتر بيأثر على الهايبوكاليميا صح
الكورنر. اني الاساس من الكوليسترول هو العالي. هو هياخد صوديوم وهيرمي بوتاسيوم وهيرمي هيدروجين، هي الكالوزيس الكالوزيس وهايبوكاليميا وهايبرناتريميا. طيب نختار ايه من دول؟ هايبوكاليميا. وين؟ ليه؟ ما في الكالوزس هنا اصلا، بيقول في لك الكالوزس. لا، في اسيدوز هنختارها مش هايبو. لا، هايبوكاليميا. ما حنختار الكالوزس، حنختار الكالوزس لو في، ايوه الاساس الكالوزس. انا بقول لك الكالوزيس يا دكتوره مياده، مالك انت عايز تتخانقي وخلاص ولا ايه؟ الكالوزيس بس اللي عندنا هنا اسيدوزيس، فمش هينفع. ماشي لازم اخلص شكلها معاك. ماشي تمام، نقرا الهايبوكاليميا. معلش نقرا الحته لا دي، خلاص، هو ليه اختار الهايبوكاليميا ما اختارش الهايبرناتريميا؟ تمام. طب نشوف الهايبوكاليميا is high suggestive of the condition. It was previously thought that adrenal adenoma were responsible for the majority of the of cases of hyporeninemic يعني ان الرنين قليل hyperaldosteron. صحيح. تمام. But is now released that the split is much more 50-50. Aldosterone has an action on distal tubule of the kidney to increase sodium resorption and enhance potassium and hydrogen ion loss. Renin level are suppressed and do not rise with an upright butcher. Medical treatment include low sodium diet with an aldosterone receptor antagonist, زي spironolactone. Surgical therapy is usually indicated after localization of adenoma. نشوف الهايبرناتريمي. Although serum sodium may well be the upper end of normal range, frank hypernatremia is often not seen in patients with Cone syndrome. يبقى الكونز اهم حاجه، الهايبوكاليميا. تمام. Which of the following is the most likely pathology? نشوف الكيس. فيتامين دي قليل، باراثيرويد قليل، هايبرفوسفاتيميا. تمام. و هايبوكالسيميا. عندي هايبو بارا، هايبو بارا ثيروديزم، يبقى جاي مع تايب 1 اللي هو فيه كانديديا في كانديدا. تمام. ايه تاني؟ و او اديسون. في اديسون. مش شرط، بس هما 2 من 3. خلاص، هما اتنين. ايوه، تمام. اتنين دياجنوستيك. يبقى هي تايب يبقى 1. تايب 1. تايب 1. تايب تمام. 2 قلنا فيها تايب 1 دايبيتس اديسون وتايب وتايب 1. 1 دايبيتس. تايب 1 مش عنديها. After giving here intravenous hydrocortisone, which other therapy would you consider? بعد الهيدروكورتيزون شكلها تي 3 بقى ندور عليها ونلاقي ترافينوس تي 3، مش عارف. لا، رابيد وورمينج، هايبرتونيك. خلينا نشوف الكيس. طيب هي شكلها ميكس دي. دي الاي سي جي في ساينس بلادي. ساينس تمام. تي جي في ساينس بريد، في حاجة تحت معاها. ودي بتقول اديسون، الاثنين دول معاها وهي خدت هيدروكورتيزون. طيب دراي سكين تمام. وهي وبريتل التمبريتشر برضو قليلة، والريسبيرت ريت قليل، تمانية. ندفي العيان ده خلاص ولا ايه؟ خلاص، ريوارمينج. ندفيه صح؟ رابيد ريورمينج تمام. انترافينوس تي 3، تي 3 ريبليسمنت انترافينوس. انا اول مره اعد عليه انترافينوس تي 3 ده بصراحه. Myxedemic coma can be the initial presentation of hyperthyroidism, but more usually occurs against a background of long-standing disease where patients are unable to comply with their thyroxine replacement.
patient will have history of cold intolerance with gain, increasing lethargy and constipation. Facial features include general coarsening with periorbital edema, hair thinning. There is an emergency and treatment to involve intravenous thyroxine and slow rewarming. It is also important to take serum thyroid function and the adrenal function. Coexisting hypoadrenalism is suggested by the hyponatremia and the hyperkalemia and raised the urea. Patient may also be hypoglycemic, although this is not the case here. Treatment with hydrocortisol is recommended until Addison disease can be excluded. It is important to provide hydrocortisone until Addison is excluded, as just giving thyroid hormone alone may precipitate an adrenal crisis. ده اللي بيحصل على طول، انه دايما عيان الاديسون بيبقى معاه هايبو ثايروديزم، بيديله ثايروك، ده اللي بيحصل عندنا في الدول بتاعتنا، بيديله ثايروكسين بيخش في كرايسيس. What is the most appropriate management step? ماشي، قياس سعر عالي، سعر عالي ال محاولة على تي اس اتش في تندر ثيرويد، ايه دي كيرفان ديها نسيت. تمام. كيرفان بنديها نسيت. Which of the following would be the initial treatment of choice to improve the ophthalmopathy? Steroid. IV glucocorticoid. Graves disease مع ophthalmo. مع eye disease خلاص بدي كورتيزون. IV glucocorticoid ماشي. طبعا كان الراديو والحاجات دي كونتر انديكيتد فيها صح؟ نقرأها. Avoided. لا لا، بس أنا عايز بس أجيب الحتة دي. Is avoided. أنا أستخدم الراديو أيودين. هو بيورسل ورسل الأي مانيفستيشن. طيب ناخد كمان سؤال كده، سؤالين ثلاثة كده. Her physician would like to send her for genetic testing. Which condition would be like to test her for? يعني هي أي سندروم من دول؟ معاها هايبركالسيميا، primary hyperbora، hypertension، blood pressure عالي، yes، في كروموسوم، تمام. دي طيب إيه؟ هاي معاها ثايرويد صح؟ شوف معاها ثايرويد ولا ايه؟ الفازر عنده فاميلي. هي تايب 2، هي تايب 2، بدل معاها فينو كروموسيتوما وبار هايبر بارا كالسيبيا، فهي تايب 2. تمام. ايه رايكم؟ تايب 2 ايه؟ تايب 2 ايه؟ بس معانا الفون هيبل معاها فينو كروموسيتوما. هايبر كالسيميا؟ لا، ما انت عندك فيتشرز. ايوه عندك انا معايا الرينال وانا معايا الحاجات التانية دي. بس خلي بالك بيقول لك هير فاذر سيميلر سيم، ما هي اوتوزومال ديزيز، اوتوزومال دوميننت المين. ايوه من تو اي تو اي بالظبط. ماشي، بس الفون هيبل برضه اوتوزومال دوميننت صح؟ بس كان حاجك بتراكلين يعني ما بعرف ايه واي وكده. Which of the following is the most likely pathology? A 25-year-old woman attending a clinic follow-up, a history of multiple previous fracture and precocious puberty. On examination, في كافي أولي skin pigmentation, البلس 100 وregular with sweet bulbous. والثيرويد فانكشن شو ريز تي 3 تي 4 ولو تي اس اتش ده هايبر ثيرويد والبوم بروفايل كالسيوم فوسفيت الكلام كل حاجه نورمال.
كفي واللي هي دي كانت بتيجي في اتنين، نيورو فايبروماتوز فايبروماتوزس جيوبرس يعني راح فين؟ جيوبرس ما في مش جايبينه تيبرس. يعني نيورو فايبروماتوز تايب 1 تقريبا. هو المكان البرايت ده متهيألي كان فيه برضه هايبوبيجمنتيشن أو حاجة كده. انا مش فاكره ده ايه بصراحه. طب هي أنا ترنر مش فاكرة برضه هو إيه بالظبط، بس فاكرة إن هو فيه حاجة كده. مش لا ترنر هي مش ترن، مش ترن. ترنر خالص يعني، مش بيرغش. طيب اكيد مش باكت عشان الكلام فوسفاتيز نورمال. هي دلوقتي معاها ثيرويد برضه، هايبر ثيرويد فراكتس فايبروزا سيستيكا، ما في برا ثيرويد نورمال، عشان لو الاستايتس نورمال برا انا اعتقد ان هي تبقى ممكن البرايد دي، مش عارفه يعني. صح، الله ينور عليك. صح، اه المكن البرايت هي بقى variable clinical presentation، precocious puberty، كافي اولي بيجمنتيشن، بوليسيستيك فايبروس ديسبليزيا اللي هي بتعملي باثولوجيكال فراكشر، حاجة تانية ما هاي يبقى معاها هايبر ثيرويدزم. يبقى ما هاي الأربعة الحالات بروزيز اللي جابها لنا في الكيس. تمام بوليسيستيك فايبرس ديسبليزيا اللي هي باثولوجيكال فراكشر ومعاها البريكوشيس بيبوليتي. من أول مرة عدى عليا السندروم ده، ميوتيشن في الجي بروتين. انا فاكره ان هي يعني من اسمها البرايد دي بيبقى فيها كافي اولي يعني هايبو بيجمنتيشن كده. صح، حلو. باثولوجيكال فراكشر ومعاها بروفيشنس بيبرتي ومعاها هايبر ثايرويدزم. ماشي. طيب Which of the following is the most appropriate initial medical therapy for him? الانيشال Oh, هو عامل transsphenoidal resection of adenoma. هيعمل كده يعني، فياخد ايه قبل كده؟ لا هو تريتمنت Octreotide. بالاكسبليند لسه. Oh, treatment action of oxybutynin to the patient. Was the somatostatin analog. اللي هو الأكتروتايد. يعني قبل العملية ياخد اللي هو السوماتوستاتين فعلا. هو بياخده قبل العملية فعلا. هي عموما بتاع الاكروميجالي الفيرست لاين، هو الفيرست لاين اللي هو السيرجيكال، والسيرجيكال لازم ياخد قبله السوماتوستاتين. هي في كل الحالات هيجي السوماتوستاتين. طبعا البيزمونت ده بيشتغل بيبلوك الريسبتور، بينما التاني بيقلل وبيقلل الحجم بتاع الجلاند برضو. بتبقى Which one of the following would be an appropriate initial investigation? لا نشوف الموضوع. 20 year old woman getting excessive facial hair and acne. On examination, body mass index 29, blood pressure raised, والبلس 80 وريجولر. You notice excess hair around the hair breast line, upper chest and lower abdomen. There are no purple stria on abdominal examination. The examination of external genitalia is normal. On further questioning, she tells you that her period are irregular, only occurring every 3 months, and they are heavy when they occur. دي بوليسيستيك، البوليسيستيك اوفري اعمل لها ايه؟ طيب بوليسيستيك مش هي ولا لا شكلها لا تستيرون ليفل شو تستيرون ليفل؟ ايوه عالي فيها صح تقريبا. ايوه دور على الالترا ساوند فاهمك. انا بفتش الالترا ساوند لان هي اللي صح. تمام نقراها خلاص. هي دي من الأسباب اللي هي السكندري وإيه تاني بيبقى معاها هيرشيتزم وبدي مسألة تستوستيرون بيبقى عالي وبنعمل الألترا ساوند وقلنا بنلاقي تقريبا كم سيست أكتر من 12 كل واحدة أكتر من 1 سنتي. تمام
ده ايه بقى ده؟ ده هايبر بيجمنتيشن. اديسون. في بوتشرال هايبوتنشن اهو. في بوستشر هايبوتنشن معاه؟ ما فوق. صح تمام. طيب هو طالب ايه السؤال بقى؟ Which one of the following blood tests the result might you most expect to see? هنلاقي الجلوكوز قليل صوديوم، لا نيتروفين، لمفاسايت، كالسيوم، صح؟ جلوكوز، قلنا بنلاقي معاه هايبوجلايسيا، لا بنلاقي معاه هايبوثايروديزم. هايبوكالسيوم، صوديوم هيبقى صوديوم ايه؟ ايه الصوديوم هيبقى قليل؟ الصوديوم هنا. هيبقى أيوة البوتاسيوم عالي. صوديوم قليل؟ لا قليل، والبوتاسيوم عالي. تمام. قال لي الجلوكوز هيبقى قليل. هايبوجلايسيميا. ايوه هيكون عندنا هايبوجلايسيميا. تمام. ساعات بيبقى الأديسون ساعات بيبقى معاه هايبوجلايسيميا، وساعات بيبقى معاه هايبو ثايروديزم، يعني الاسوسيشن بتتكرر. طيب ده أكرو ميجالي أكرم من كده. أيوة نسيزم وكده. طيب أيوة نكس ابروبت بص، ستيب. أبروفل المانجمنت، سيروم تمام. أي جي أي، إم آر بنبدأ أي، بده، بنبدأ بده بالمونيتور بده برضو، بنبدأ بيه بالمونيتور بيه. أيوة نعمل تولرنس تيست صح، لو الكونفرميشن طلع بوزيتيف هنروح اللي هو وجي جلوكوز اوكي، ونقيس الجي جي اتش، لان الجي اتش حصل له سبريشن اكتر من اتنين، يبقى ده مش، لو ما حصلش، لو يعني التست كان بوزيتيف مش هيحصل سبريشن، مش هينزل اتنين اللي هو الجي اتش في الاورال جلوكوز تولرنس تيست. وبعد كده بقى نروح بقى نشوف بقى ايه هو جاي منين بقى الجي اتش ده، نعمل ام ار اي برين انه 95% جاي من بيتوتري، والباقي بيبقى طالع من ايه؟ كرانيوبلاستيك سندروم، كرانيوبلاستيك بنكرياس مثلا. اهمهم البنكرياس. الله ينور عليك. صح، لا فاكره ما شاء الله تبارك الله. Which next step in his management would be most appropriate? طيب خلينا نبص عليه ده. تمام. نشوف هو دلوقتي عنده ال A1C عالي، وهو ماشي دلوقتي على ميتفورمين وجليكلازايد، البودي ماس اندكس 26، وعنده دلوقتي دايابيتيك نيوروباسي تمام، و وعنده روتينوباسي. اوكي يعني هو مش يعني هنزود بقى ميتفورمين عايزين وجليكلازايد. ميتفورمين واصل للماكس دوز، والجليكلازايد ماكسيمم دوز، فاحنا ايه، يا اما نزود دراج. ممكن بس نشوف في الانفستيجيشن كده في حاجة بروتين ما خلاص، احنا هنا نبدأ الانسولين صح، ليه؟ نبدأ الانسولين انسولين يا ثلاث يا ثلاثة دراج، واحد واحد من الاثنين، طريق من الاثنين. ما هو مش اكتر من 8 point. هي كم اكتر من هنا؟ سبعة ونص، 8.5 اكتر من أكثر سبعة، من اكتر من 8.5. سبعة ونص. لا لا سبعة ونص اكتر من، انت بتدي ميتفورمين الاول حلو، ما تظبطش معاك اكتر من سبعة ونص، تدي دول ما تظبطش، فضل اكتر من سبعة ونص. بعد الاثنين عندك طريق من اثنين، يا اما تدي تريبل يا اما تدي انسولين، براحتك بقى. لو اديت تمام. التريبل نتيجة عندك تكملي، لو هو البودي ماس اندكس بتاعه اكتر من 35 تدي له الجي ال بي. هو هنا يا اما طيب انسولين احنا يا اما نديله تريبل الانسولين ثيرابي. هاي، بس انت ستارت عندك بيزر هنا بابا سيرولوجي دي ممكن تنفع. عندك كومبليكيشنز هنا، فبتر انسولين. انا معاك عشان كومبليكيشن قصدك صح؟ ايوه عندك اي هو ونيوروباثيس يعني اول حاجه، اول اول واحده وحده. بالظبط. طب نقرا التفسير بتاعها معلش. ماشي. This gentleman renal function precludes the use of metformin.
moreover, بالظبط. the fact that despite being on the maximal dose of glycyrrhizide and the high dose of metformin, his suboptimal hemoglobin A1C points towards the need for insulin initiation. Basal bolus regimen would be ideal given his poor renal function. Moreover, it will provide flexibility in terms of dose adjustment and will optimize his glycemic control. Tight glycemic control is crucial, given that this gentleman has already diabetic nephropathy, retinopathy, and peripheral neuropathy. احنا محتاجين tight control. في نفس الوقت الميتفورمين مش هينفع مع الجي اف ار. الجي اف ار كان كام؟ مش مدينا جي اف ار، هو مش جايب جي اف ار بس هو كرياتين عالي. كرياتين عالي، يبقى كرياتين عالي ده برضه هيتعرض، صح؟ جست اكس راي شكلها ساركيدوز. Which of the following most appropriate management step for his symptom of cardiac failure? طبعا غلط. توقف الريديوس الانسولين دوز او ديسكونتينيو او المهم حاجه عندها علاقه بالانسولين لانه بيعمل ووتر ريتنشن فبيزيد ال يكون بريبيري ولا ايه؟ يكون بريبيري اصل مدي ثيامين وفلوزامايد وكده. مش في الكيس؟ سبعة وخمسين year old non-insulin dependent diabetic presented to emergency department with sudden onset of shortness of breath. He was commenced on insulin 4 months ago due to persistent hyperglycemia despite being on metformin 1 gram twice daily and the glycyrrhizide and the oral medication were continued. Since being on insulin, he has noticed weight gain about 10 kilo. He has been a heavy consumer of alcohol and has been treated on multiple occasions for withdrawal symptom. Other medication include Ramipril, aspirin, Ator. On examination, عنده bilateral beating edema up to knee and facial buffness. Auscultation revealed bilaterally decreased airway entry and widespread crackles. Jugular venous pressure elevated. Investigation reveals normal renal liver cardiac profile. والECG normal و slightly reduced ejection fraction. ده بيريبيري. ويت بيريبيري. ده انسولين. انسولين؟ بقول لك هنا bilateral beating edema decrease. ايوه ما هو الانسولين بيعمل water retention. هتوصل للبلمونري ايديما والكلام ده؟ هتوصل. ليه لا؟ لا والله ما هي من ضمن انا عارف انه بيعمل ووتر ريتنشن، انا عارف انه بيعمل ووتر ريتنشن، من ضمن الادويه بتعمل ووتر ريتنشن. نهلل طيب ولا ديسكونتينيو؟ ايه رايك يا دكتور مياه؟ لا هو كم ال قلل بدل ما هو بياخد ادويه ثانيه ولا انا ما انتبهت صراحه بياخد بياخد قد ايه مش عارف بس هو بياخد متفورمن معاه بياخد بياخد مع الانسولين اثنين دول بياخدهم فول دوز كنترول صح؟ خلاص لو هو بياخدهم فول دوز متفورمن 2 جرام وجليكلوزايد 160 مللي جرام وكنترول هو كنترول ولا ما كنترول؟ هو السؤال هنا كنترول ولا لا؟ هو قال ان اند ذا اورال ميديكيشن ريزيستنت هايبر جلايسيميا هو عشان خده عشان بريزيستنت هايبر جلايسيميا يعني هو كان ان كنترول وايه دخلوا له انسولين من 4 شهور بس عشان يظبط ال اند اورال ميديكيشن وير كونتينيو طيب خلاص تمام ديسكونتينيو هغير انا غيره ايوه بس نغيره ما في حل طب لو كان هنا مكتوب هنا لا حول ولا قوة إلا بالله خلاص بقتنع بالفكرة بتاعتي يأتي بقى النصر بقى في الآخر آخر سؤال نختم السؤال
طيب ماشي تمام. IV furosemide and oral thiamine supplement. This is well established but largely under recognized clinical scenario of insulin related worsening of heart failure and fluid overload, which occurs because insulin itself promotes salt and water retention. Thiamine deficiency may also have contributed to his heart failure. Management of choice with furosemide to promote salt and water excretion and thiamine in view of excessive alcohol consumption. Once his fluid status is stable, if he still has symptoms of heart, if he still has symptoms of heart failure, addition of cardiovascular beta blocker such as bisoprolol may be of value. شفت يعني دكتور حسن احنا ما مشينا بعيد، يعني نفس الفكره، احنا ماشي. مشكلتنا كلها في انا الانسولين. قلت لك ايه، انا قلت لك هل الانسولين، انا عارف بيعمل ووتر ريتنشن، بس هل يوصل لبلمونري اديما وبهدل الدنيا؟ عمرها ما ما هو خلاص، ما هو هو ده هو الهيفي في كل هيفي، الاحوال هو بدن بيشرب الكحول كتير وكاتب لك تحت ثيامين وفرازامايد، فهو يمكن ويت بيري بيري. هو فعلا بيسأل على المانجمنت للهارت المشكله بتاعت الكاردياك، فهو اكيد ايوه هتفرز. انت بعدين بالظبط. غير كده انت ايا انت يكن، مشكلتك ايا يكن، انت عندك دلوقتي في فلويد اوفرلود، انت لازم تستخدمي فلويد. تمام. يلا يعني انا المشكله وين، انه البيشنت اوريدي هو خلاص اصلا اون انا فيلير، ها هتنازل، انا هتنازل. صح، الانسولين يعني هما الاثنين الانسولين بيعملوا الحاجه دي. لا لحظه، الانسولين انا هقول لك حاجه، تنامي زعلانه الانسولين ولا بتزيد لك البري لود، فبالتالي انه البيشنت يدخل في اكيوت، هو بيشنت اوريدي نون هارت فيلير كويس، لما انت تزيد البري لود الانسولين هيزيد لي اللي هو بيعمل ووتر ريتنشن، فهيزيد البري لود، فبالتالي يعني ممكن عادي انه البيشنت يحصل له اكيوت فيليا اون كرونيك، عشان كده هيجيك البرزنتيشن حقه هيكون اللي هو بالمونري ايديما، هي بس كده يعني، هي الفكره كده. أنا والله بس هو هنا صوت عشان انت بصراحة الايميديت اكشن بالنسبه مش له، قادر، مش قادر أداري انبساطي إن أنا يعني لا لا هي انت يعني انا بتكلم بشكل عام عشان يعني تفهم الفكره. أيوة. اوكي أنا انا عارف، أنا فروسومايد، عارف انا والله، محتاجه اعمل أنا فروسومايد عارف إن عشان انا أدوية اسوي السكر عندك تريتمنت اتنين بيعملوا ووتر ريتنشن في أدوية السكر، اللي هو إيه بقى؟ الأنسولين وإيه التاني؟ بايوكليتوزوم والبيوجلوتازون. أنا عارف المعلومة دي البايوكليتوزوم. فعلا، أنت معاك حق، أنت الأنسولين أنا مش ضدك برضو، بس أنا هل متخيل إن الأنسولين هيدخلني في فلويد أوفرلود قوي؟ هيدخلك ايوه، ما الاثنين هو مع بعض، هو اوريدي عنده الاثنين مع بعض، ثيامين ديفيشنسي من الالكوهول، ممكن يعمل له ووتر بيري بيري مثلا مع كده، ده اللي انا تخيلته يعني بصراحه. عموما الحمد لله خلصنا التارجت وزودنا عليه، نكتفي بهذا القدر النهارده، وصلنا قولي اللي يعني 430 تقريبا اهو، كويس.